كنا تحدثنا مشاهدين في حلقة سابقة عن أسباب العداء التاريخي بين قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان، وكيف ساهم اختلاف آراء في إدارة أي سي ميلان حول إشراك لاعبين أجانب في الأندية الإيطالية في ولادة فريق إنترناسيونالي سنة 1908، لتبدأ معه قصة العداء الأزلي بين ناديين سيطروا على الكرة الإيطالية والعالمية لسنوات عديدة. ولكن اليوم سنتحدث عن لاعبين أطلق عليهم عشاق الكرة في إيطاليا صفة الخونة بعد انتقالهم من الغريم إنتر إلى أي سي ميلان أو العكس. السنوات الماضية شهدت صفقات من هذا القبيل أحدثت ضجة في الشارع الإيطالي وخاصة في مدينة ميلانو. إليكم أبرز اللاعبين الذين ارتدوا خلال مسيرتهم قميص النيراتزوري والروسونيري. البعض منهم نجح في التألق في كلا الناديين، والبعض الآخر فشل في ترك بصمته مع أحدهما أو كليهما. والبداية مع أحد أبرز النجوم الذين ارتدوا قميص الغريمين، إنه الظاهرة وأسطورة ملاعب كرة القدم والحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات، إنه رونالدو. انضم رونالدو إلى إنتر ميلان في صيف 1997، ولكنه عانى من سوء طالع غريب بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب عام ونصف العام. شارك البرازيلي مع إنتر في 99 مباراة سجل خلالها 59 هدفاً، ثم انتقل إلى ريال مدريد ومنه إلى ميلان في يناير 2007. وشارك رونالدو مع ميلان في 20 مباراة سجل فيها 9 أهداف في موسم ونصف، ليعود ويرحل بعد ذلك بسبب إصابته في الركبة مرة أخرى. أما الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو فقد كانت تجربته في إنتر غير ناجحة بالمرة. إنتر قام بإعارة بيرلو لريجينا ثم بريشيا بينما جلس على دكة البدلاء في المواسم الأخرى، خاض 40 مباراة فقط ولم يسجل أي هدف. لتبدأ مسيرة بيرلو الناجحة بعد انضمامه إلى ميلان في يناير في عام 2002. بيرلو خاض مع ميلان 401 مباراة في 10 مواسم، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع المئات من الأهداف. أما الهولندي كلارنس سيدورف فمر بظروف مشابهة تقريباً لما حصل مع بيرلو. سيدورف لم يحقق النجاح المطلوب في إنتر ميلان في 3 مواسم خاضها خلال 93 لقاء سجل فيها 14 هدفاً. الهولندي انتقل إلى ميلان في صيف 2002 ونجح في تثبيت أقدامه مع الروسونيري. وشارك سيدورف مع ميلان في 431 مباراة خلال 10 مواسم سجل خلالها 63 هدفاً. أما الأسطورة روبرتو باجيو هو الآخر فقد ارتدى قميص الغريمين. باجيو انضم إلى ميلان في صيف 1995 قادماً من يوفنتوس، ولعب بقميصه 67 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً، لينتقل بعدها إلى بولونيا ومنه إلى إنتر ميلان في صيف 1998. ولكن مسيرة باجيو لم تكن ناجحة مع إنتر بسبب الإصابات العديدة، حيث شارك في 59 مباراة فقط سجل خلالها 17 هدفاً. طبعاً مشاهدين القائمة تطول لنجوم ارتدوا قميص الغريمين إنتر وإي سي ميلان، نذكرهم بشكل سريع كالنجم الهولندي إدغار ديفيد والإيطالي أنطونيو كاسانو، أيضاً النجم الأرجنتيني هيرنان كريسبو والفرنسي الدولي باتريك فييرا، وأخيراً المشاكسين ماريو بالوتيلي وزلاتان إبراهيموفيتش.